وللمزيد معنا عبر الهاتف دكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. يعني أستاذ إيمان، بعد التحية حدثينا أكثر عن هذا النشاط المكثف للرياح. أهلا بحضرتك يا فندم. هو طبعا طبقا لتقارير وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية اللي أصدرناها منذ أمس وأول أمس، بوجود منخفض خماسيني حراري على منطقة الصحراء الغربية بيجلب نشاط رياح وكتل هوائية جنوبية غربية بتعمل على انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، بيصحبها طبعا الرمال والأتربة المثارة. طبعا أثرت على العديد من محافظات الجمهورية، تقريبا معظم مناطق الجمهورية، وأثرت على الطرق وخصوصا الطرق الصحراوية والطرق السريعة بشكل كبير جدا، وانخفضت معاها الرؤية الأفقية بشكل كبير على معظم المناطق ومنها طبعا القاهرة الكبرى. طبعا هذا المنخفض الخماسيني أدى أيضا لارتفاع كبير في درجات الحرارة، وصلت درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 40 درجة، ومتوقع غدا أيضا أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة وتوصل ل 40 درجة، كما يستمر النشاط الرياح المثير للرمال والأتربة غدا إن شاء الله على معظم المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، شمال الصعيد وسيناء ومنطقة خليج السويس. طبعا بيصاحب ذلك أيضا بعض السحب، وبتكون طبعا هذه السحب بتصاحب بقوة الأمطار الخفيفة على العديد من المناطق، وهذه الأمطار كلها أمطار خفيفة لكن بتكون مصحوبة بضربات البرق والرعد أحيانا على بعض مناطق من السواحل الشمالية، ممكن الدلتا، بعض مناطق في القاهرة الكبرى، وأيضا أثرت على بعض مناطق من شمال الصعيد، لكنها كلها أمطار خفيفة، وأيضا هتستمر فرص الأمطار غدا الجمعة إن شاء الله. التحسن طبعا هيكون يوم السبت، هيكون في تحسن تام في الاحوال الجويه، هدوء تام في سرعات الرياح، انعدام طبعا بالرمال والاتربه المثاره، وانعدام لفرص سقوط الامطار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحراره بعد ما تسجل 40 درجه على القاهره هتوصل ل 34 درجه ان شاء الله اعتبارا من يوم السبت القادم. حسنا دكتوره ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك.